في يوم الثامن من شهر الحجة يجب على الحج أن يطلع من مكة في اليوم الثامن قاصدا منى، فيصلي في منى 5 صلوات. يطلع هذا الصبح بعد الشروق، بعد شروق الشمس يطلع الحج من مكة إلى منى، يبقى في منى إلى يوم ثاني بعد الفجر. لا يوم ثاني ماذا يصنع؟ يبقى يكبر ويلبي، ويأتي وقت الظهر فيصلي الظهر، ثم يأتي وقت العصر فيصلي العصر، كل صلاة في وقتها، ثم يأتي وقت المغرب فيصلي المغرب، ثم يأتي العشاء فيصلي العشاء، ثم ينام، وفي الصباح المبكر يصلي صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر يستعد للطلوع إلى نمرة التي هي، وبعد شروق الشمس يطلع إلى نمرة أو إلى عرفات، نمرة خارج عرفات، يدخل